يسعد صباحكم، صرنا معكم بفقرتنا الطبية. مرض مزعج بيعاني منه أغلب الأشخاص، وكمان ممكن يسبب لهم بعض الإحراج إذا كانوا بمكان عام أو بمكان عمل للضرورة الملحة، يعني بكثرة التبول بسبب تشنج المثانة العصبية. تماماً، يعني هذا الموضوع ممكن يكون رنا محرج بالنسبة للكتار من الأشخاص، بس هذا شيء طبيعي إنه يصير مع أي شخص بيناتنا. لا تكونوا محرجين، بالعكس عبروا عن هذا الموضوع قدام يمكن شخص أنتوا بخصكم، أو حتى تلجأوا للطبيب المختص. شيء كتير مهم ورح نحكي عنه بفقرتنا لليوم. ضمن فقرتنا الطبية أكيد رح نحكي عن موضوع المثانة العصبية، أعراضها، أبرز أسبابها، وكيفية العلاج مع الدكتور خالد طبجي الاختصاصي بالجراحة البولية. صباح الخير دكتور خالد. صباح الخيرات، الله يعطيكم العافية، شكرا لكم للاستضافة وشكرا لسما. صباح الخير لأهل الشام من سما الشام. اهلا وسهلا فيك دكتور خالد. يعني خلينا نبدا بتعريف الطبي طبيا، شو بنقصد بالمثانه العصبيه؟ تمام، هلا هي المثانه العصبيه صار من جديد في تعريف اكبر من هيك، نحن صرنا نقول الاعراض البوليه السفليه عند النساء والرجال والاطفال. هلا هي نحن الفقره يعني صباحيه خفيفه، لازم تكون لطيفه محببه، نعطيهم شو الشغلات اللي لازم يزوروا فيها الطبيب. تمام، بتعريف بسيط المثانه اي اعراض بوليه غير العاده، تمام، او بتحسها غير عادتك، وهي نقطه كثير مهمه. يعني مثلا انا بشوف ابني بفيق اكثر من مره بالليل من الحمام، هي علامه لازم تزور فيها طبيب. أوكي. انا بشوف اخي ابي امي عم يفيقوا من نومهم على الحمام للبول، كمان هي علامه لازم تراجع فيها طبيب. اذا هي تعريف عام للجمهور، هي اي تغير بعادات التبول او شعور بحرقه او اعراض او الم باسفل البطن. عاده هذا بيخلي المريض لحاله يروح، لكن كسكرينينج كبحث عن المشكلة لازم نشوف هذا العرض اللي هو أكثر شيء منلاحظه فئة من الحمام. الطبيعي الإنسان شو ما كان عمره، من عمره يوم لعمره 100 سنة، مفروض ما يقوم من نومه على الحمام إذا نام 8 ساعات وأكثر، طبعا مو نام ساعة ساعتين. تمام. مفروض ما يفيق على الحمام أكثر من مرة. ولازم هو العادة ما يفيق أبدا بعمر الشباب، فإذا بفيق أكثر من مرة لازم يراجع طبيب. إذا في قصة بوال ليلي لازم يراجع طبيب، مثل ما تفضلتوا إذا الكبير أو الصغير عم يشكي من أنه أحياناً ما بيلحق حاله ولو نقط على الداخلي، لازم كمان يراجع طبيب. فهي أول شغلات اللي بتوجهنا للمثانة العصبية. المثانة العصبية هي علم كبير وبحر، لأنه هي أنواع كثيرة. للأسف أحياناً الزملاء اللي بغير اختصاصنا بيلخصوها بشغلتين أو بيعطوا علاجها دواء أو دوائين، هي مو هيك أبداً. هي تقييم صحيح للمشكلة، تقييم لحجم المثانة، تقييم للأعراض العصبية الأخرى. هون بنحكي أنه أي شخص عنده مرض عصبي، مثلاً في أطفال كتير بيلدوا بشي بنسميه شلل دماغي، بنقص أكسجة بالعامية منقوله أحياناً. صحيح. أحياناً بأطفال بيولدوا بتشوهات خلقية بالعمود الفقري. هدول يا إخواني ويا أعزائي المشاهدين، لازم مجرد ولد الطفل وشخصوا لك هالمرض لازم تاخده على طبيب بولية، لو طبيب العصبية ما قال لك. أحياناً بتفوت النقطة لأنه بيكون عنده مشكلة عصبية لو أنك مو لاحظة. يعني ممكن تلاحظ أنت أنه مثلاً هو ما بيفوت طول النهار على الحمام ولا بالليل، هي ممكن تكون من نوع اسمه مثانة خاملة، هو يا حرام مثانته عم تخزن كتير لكن فيها مشكلة. حتبين المشكلة مع الوقت، بس للأسف بتبين بفشل كلوي، بتبين بحصيات، بتبين بإنتانات. مشكلة يعني إحنا ما بدنا نصل للمراحل الأخرى. تمام. نحن بدنا نوعي مجتمعنا السوري أنه كيف نحن نعرف أنه في مشكلة بولية. مشاكل بولية ليش صعبة؟ مو صعبة، سهل حلها وممكن تمنع حدوثها، لكن إذا فتنا بالفشل الكلوي مشكلة كتير كبيرة. يعني المريض خلص باتجاه الوفاة، باتجاه خطر الحياة، مو باتجاه انه والله شيء بيتعالج. تمام. او بيتبدل، غير قابل للتبديل. فأي واحد بيلد عنده حدا من المواليد عنده مشاكل عصبية او لاحظت فيه مشاكل لازم تراجع طبيب بولية. بالبالغين او هلأ اي حدا صار عنده اصابات بالحرب او اصابات حادث سيارة او حادث ميتور وصار في عنده إصابة للعمود الفقري أو شكى من وجع بظهره، كمان لازم تراجع أنت عزيزي، ممكن تكون عندك شيء من أنواع المثانة العصبية لو ما عندك سلس وبوال وتكرار بول. فإذا نرجع منأكد على أنه الناس اللي عندهم أمراض عصبية إن كان خلقية من الولادة أو صارت حادثة بعدين، الناس اللي بيقوموا عندهم تكرار بول بالنهار بيقول لك بس اشرب فنجان قهوه لازم فوت على الحمام، بس اشرب كاستين ثلاثه متي لازم فوت على الحمام، انا قاعد انا ورفقاتي عم نلعب شده او سهرانين عم نتسامر، صرت روح بيلاحظوا علي انه فوت على الحمام، لازم نحن نقول له انت لازم تشوف طبيب
هذا شيء مو طبيعي. كمان اذا في حشر مفاجئ اللي هو الالحاح، يعني انسان مجرد زحم صار لازم يروح الحمام، لو في سيطره، لو ما في سلاسه هذا مو طبيعي، المفروض الواحد اذا زحم يقدر يكفي مشواره لحمص، يعني ساعه يقدر ساعه يقدر ونص ما في يضبط حاله. تمام. فهون فهي من مشاكل المثانه العصبيه. المثانه العصبيه متى ما تشخصت عند طبيب لازم دائما هون بنوه للمشاهدين اللي بيزورونا بالعياده او بيزوروا غيرنا، انه بس تروح عند الطبيب لو سمحت ما تكون مبول بالبيت وجاي، على القليل جيب معك قنينه مي تكون شبه ممتلئه مثانتك حتى نقدر نوصل لك الحل ونلاقي لك المشكله من اول زياره. هي لحتى نعرفها اكثر في شغلات ثانيه بنطلبها مثل تحاليل بول، تحاليل دائما تحليل بول ننفي الالتهاب، ننفي وجود الحصيات بالايكو، لازم نعمل تحليل دم نتاكد المريض ما عنده سكري، وهي شغله كمان من الاشياء. هلا في اطفال كثير بيجونا بوال ليلي، والله نسبه منيحه منهم تفاجئنا انه نشخصهم بالسكر، يعني طفل ما عنده اي اعراض عمره 4-5 سنين اجى ببوال ليلي، بلشنا احنا نعمل له الفحوصات والانفستيجيشن اللازمه له الدمويه، بنلاقي انه هو للاسف طلع مريض سكري. فهي شغلات من لذلك زياره الطبيب، والطبيب اللي عارفان شو بده يعمل بتلاقي مشاكل اخرى. اطفال كثير بتزورنا ببلش عنا بانه هو بس مشكلته يبول بالليل، امه يا حرام عم بتحرمه من الشاي ومن القهوه او بتحرمه من المي قبل ما ينام، مفكره هذا هو العلاج الصحيح. لا يا اختي، خذيه عن طبيب نعمل له صوره، بتتفاجئ بصوره ظهره انه عنده شيء اسمه شوك مشقوق او حبل مجدول، يعني بصير مباشرة عم نقول لها ديري بالك، هذا لازم دغري تروحي من عندي لعند جراح العصبية، لأنه هذا بحاجة لأشياء ممكن تأثر على نموه وبلوغه وحتى على طوله، وممكن لا سمح الله تسبب له شلل على الكبر. تمام؟ تمام. ففي أشياء جدا مهمة. متى ما عملنا هالفحوصات وهالصور والتحاليل بنصل للتشخيص. متى ما شخصنا أنواع المثانة العصبية اللي هي فيه التشنجية، عم نحكي الأنواع العامة اللي هو إنه كتير بيفوت على الحمام، بفيق من نومه، كل ما شرب زحمان، دائما زحمان، بالأطفال بيلاحظوا إنه بيلاقوا شيء، دائما بتقول الأم أنا بلاقي شيء على داخلي، دائما ابني بيهرب بول بشكل لا إرادي، أو إنه بوال ليلي، بالبالغين بيقول لك لا أنا مضطر دائما لو كنت بالسيارة صف على اليمين وانزل بول، وبالكبار بالهرمين أو الناس المتقدمين بالسن كمان ممكن يصير إنه يقول لك والله هي أعراض بروستات، وهون بتختلط على الناس، مو كل مريض بيصير عنده بوال لا إرادي أو تكرار بول هو بروستات أو سكري، في شيء ثاني ومهم جدا اسمه المثانة العصبية، أو بتجي بالمثانة الخاملة اللي هن الناس اللي بتجي خاصة بالنساء، بيجوا عندهم التهابات بولية متكررة، عدم قدرة على إفراغ البول، أحيانا بيكون عندها مرافقه إمساك، فلازم دائما نتعالج الإمساك معهم. متى ما شخصناه وحطيناه ضمن كاتيجوري معين من واحدة من هدول الثلاثة بنبلش نعالجه، العلاج بسيط جدا وسهل، يعني الناس بتخاف إنه في ناس كثير عنا بيقول لك انا ما بدي اروح الدكتور لانه مثلا ممكن يطلب لي كيماوي مثلا، هو بيتخيل دائما اسوأ علاج لحالته البسيطه، تعال نعمل عمليه مثلا دغري بخافوا، ولا بيقول لي تعال نعمل عمليه بالضبط. لا، علاجاتها بسيطه وسهله، احيانا تبدا دائما بنمط حياه، بنصير نقول له مثلا حافظ على انه معدتك طريه، تاخذ ملينات، تشرب سوائل بشكل جيد، فوت على الحمام على الساعه وليس على الزحم، يعني كل ساعتين كل ثلاثه، هي واحد. اثنين، بنصير نقول له مثلا خفف من الملح، والملح ضار جدا بالجهاز البولي وحتى المثانة العصبية، فإذا بدنا نقيه بنخفف له الملح، بنخفف البهارات، بنخفف الحد، أكل المخللات والبيكلز، أكل الزيتون والمكدوس، وهي الأشياء مهم جدا وأحيانا بتحسن، تحبس وبتخرش. الناس اللي بتحب حمضيات كثير، وهذا شائع بسوريا، الناس بتحب كثير الليمون ترش عليه ملح وتاكله، هذا كثير بيأذي حتى لو طبيعي هو مؤذي للمثانة. الحد كمان، والناس اللي بتحب الشغلات السبايسي والحدة أو الناس اللي بتحب البهارات كثير، هي شغلات بتاثر سلبا على المثانه، وممكن ما تكون مثانه عصبيه، مشكلتك فقط زياده باخذك من هي الاشياء اللي بتخرش المثانه. بنبلش بعدين بالعلاجات اللي هي علاجات دوائيه، احيانا تقتضي احيانا حب المساء، نوع او نوعين من الحبوب، وبترجع امورك كلها ممتازه وبتحل كل المشكله، وبتقدر تتعايش وتصير تطلع بدون خجل بدون بلل. ما يخافوا المشاهدين دكتور، يعني احنا مثل ما عم نقول انه ممكن الناس تصير تخاف انه انا ما بدي اروح لعند الدكتور بيكون العلاج صعب او بيكون في عمليه او بيكون في شيء حل صعب، أبسط من هيك. فالموضوع ممكن يكون حلول جدا بسيطه وسهله. بعدها بالناس اللي ما بتستفيد او في حالات معينه وبتشكل اقل من 10% اللي هن بنضطر بالتداخل، والتداخل صار كثير سهل وصار في شغلات كثير علميه، في شغلات اسمها تحفيز الاعصاب، في اجهزه بنحطها ممكن تساعد المريض على العلاج، في شيء مثل حقن البوتوكس اللي هو بيحقنه بشكل عالي الناس، يعني بنحقنه داخل المثانه بيرخي المثانه بشكل رائع، عمليه بتاخذ دقيقتين فقط، يعني مثل اللي رايح يحقن بوشه دقيقتين بدون مضاعفات بدون ازعاج، بيحمل حاله وبيروح على البيت وبتنتهى مشكلته لست شهور لتسع شهور. يعني العلاجات كثير تطورت،
ما نضل نحن كمشاهدين ساكتين على اولادنا انه مثلا عم يضل عندهم بوال ليلي بالليل نغير ونهي نستحي. للاسف وصلنا لمرحله انا عم بشوف ناس عمرها 25 سنه، لك شفت هذاك اليوم واحد بسن الجيش قال لي رفقاتي ضربوني بالعسكريه، يعني بوال ليلي عنده، طب اهله حرام ليش ما عالجتوه من قبل؟ ليش ما بلشتوا علاجه مبكرا؟ ليش خليتوه يوصل لهالمرحله؟ تمام عنده هي المشكله. او مثلا بالفتيات خاصه بعد سن البلوغ، يعني اشياء مخجله انه الاهل بيقول لك ايه والله انا اخذته على دكتور، يا اخي رحت على دكتور ما استفاد، معناتها شوف دكتور ثاني، شوف ثالث، ما خاب من استشار، تمام؟ والناس كمان في عندنا شيء ثاني القراءه، خلينا نفعل موضوع القراءه. الموبايل بايدي، التاب بايدي، الكمبيوتر عندي وين ما كان، على جوجل حط مثلا بوال ليلي لم يستفد على طبيب، بس يكتب هالكلمتين، او مثلا سلس بولي لا ارادي شو اعمل مثلا، او الحاحي، او عند الشعور، بصير يدلك انه مو بفهمك انه في شغلات ثانيه بتنعمل غير هيك، صحيح. يعني حلو المريض اللي بفوت عند الطبيب، امبارح كنا بمحاضره اونلاين مع الجمعيه الاسبانيه، قال بفوتوا عندي المرضى معه السي في الخاصه لطبيبه، تخيلي، يعني قد ما المريض بيقرا عنده سيرش كثير إيه بيكون قوي. عامل سيرش على اللي بده يزوره وعارفان انه هو شغلته عنده حتى انه اللي بده يروح لعنده يمكن. تمام 100%، فما نروح بس بالاسماء الرنانه، يعني الفكره هي وعفوا كل الناس خير وبركه، بس كل واحد له اختصاصه الفرعي اللي بيفهم فيه، صح، وهو ما. مبدع فيه اكثر. تمام، يعني ما شاء الله عليك دكتور، ما خليت لنا كلام لا لا نقوله لانه معلومات يعني جدا قيمه، ما لنا قلب اساسا نقاطعك. في سؤال دكتور، ممكن تكون الحاله وراثيه؟ يعني ممكن يكون في بالعيله مثلا الاب عنده هي المشكله فلازم ننتبه على الولد؟ تمام، مثل ما السكر والضغط والامراض الحساسيه والربو تنتقل مع الناس، طبعا هي القصه بتنتقل من جيل لاخر. الفكره انه بيجي اب مثلا وام بيقول لي مثلا انا اولادي اثنين في عندهم بوال ليلي، او انا شاب عندي سلس بولي على الكبد، بس ما لاحظت حدا من عيلتي كان عنده مثل هيك. لا، في ناس بتتحمل عتبه الالم، يعني في ناس من قرصه بتتوجع، وفي ناس اذا بتخيط له جرح ما بيتالم ولا بيتضايق. هي عتبة الألم نفسها موجودة بالسلس البولي وبالمثانة العصبية، انه هذا المريض بيكون هو بضل مسكين، هو نايم وواعي انه بس يزحم دغري يركض على الحمام، بيجي واحد ثاني او ابنه بيكون لا، مجرد نام هو بفوت بنومة غميقة فبيطلع. نفس الشيء بالنهار، في ناس بيكون هو نمط حياته قريب عليه التواليت، لا شعوريا هو عم يروح ويرجع، بيجي ابنه بيكون لا، شغله مثلا يقتضي انه يشتغل 5-6 ساعات برات البيت، هون بتلاقي عنده انه لا صار يعاني هذا. طب ابي ما كنت لاحظه يعاني مثلا، او امي ممكن ما عانى بس لانه كان قريب عليه، او هو عمل ادابتيشن. في كثير شغله خاطئه بالمجتمع وهون بنوصي عليها، انه اي انسان لازم خاصه هلا فصل الصيف والحراره العاليه، التعرق عم يخسرنا جزء كبير من املاحنا وسوائلنا، لازم على القليل نحافظ على 2.5 لـ3 لتر من السوائل. اللي الناس اللي عندهم مثانه من الولاده فيها مشكله، بتلاقي لا شعوريا هو انسان بضل طول النهار بيقول لك انا ما بشرب مي غير على العطش وبشرب ربع كاسه، ليش؟ هيك تعودت، هو مو تعود، هو دماغه صار يعمل ادابتيشن عشان ما يدخل كثير على الحمام، على مثانته انه صغيره حجمه صغير، فهو صار انه لا شعوريا هو كبر ما بيشرب سوائل، بيطلع مثلا بتضيفيه قهوه ممكن يشرب شفه ويخلي الفنجان، هي كلها شغلات احيانا بتقلنا انه هذا المريض عنده مثانه من وقت ما كان هو صغير فيها مثانه عصبيه، نعم تمام. هو موروث ممكن جدا. كمان هيك يعني الحديث لا يمل منه دكتور خالد، نشكرك كثير لوجودك معنا وكل المعلومات القيمه اللي قدمت لنا اياها، شكرا كثير. تأمروا امر، شكرا لكم وشكرا استضافه للرجال خلف الكواليس، انا عن جد عاجز عن شكركم وعاجز عن شكر قناه سما، شكرا لكم. شكرا كثير لك دكتور، اهلا وسهلا فيك معنا لليوم.